أشعار وفنون وربابة والحان بأصوات شجية ليواننا مفتوح بابا وجلسة سمرنا الشاعرية أشعار وفنون وربابة والحان بأصوات شجية ليواننا مفتوح بابا وجلسة سمرنا الشاعرية ليواننا مفتوح بابا وجلسة سمرنا شاعرية وهكذا هو ليوان الشعر مشاهدينا يسعد الله أوقاتكم وياهلا بكم في إطلالة جديدة من حلقات ليوان الشعر الليوان اللي يتنوع كذا في العطاء سواء قصيدة سواء شلة سواء فنون وكذلك الطرب ما ناسينا موجود يعني عندنا في جلساتنا في ليوان الشعر اليوم كذلك مشاهدينا عندي ضيوف لأول مرة أيضا كذلك ظهور تشوفوهم أتمنى كذا إن شاء الله تعالى يعجبوكم ويسجلون حضور لهم جيد من خلال هذه الحلقة ومن خلال الفرصة اللي حصلوا عليها للتواجد هنا في ليوان الشعر نتعرف عليهم مع بعض عندي محمد الصنيدعي يا هلا فيك صاحبي محمد الصنيدعي ما شاء الله عليك ويخابرني والله خابر ايش الاخبار طيب يعطيك العافيه يا مرحبا بارك الله فيك يا مرحبا يا محمد محمد ما شاء الله عليك شغل ميادين ومسبعات وكذا صنيدعي اي نعم يعطيك العافيه الله يعافيك من وين محمد من الباطنة من ولاية المصنعة من المصنعة اي نعم اذا هذا اقول هذا بحرنا هذا بحرنا يعطيك العافيه ربي يعافيك بارك الله فيك يا مرحبا بك وايضا عندنا راعي الشله الرائع جدا ايضا عبد الله القنوبي حياك يا عبد الله مرحبا فيك يعطيك العافيه حياك الله استاذي يا مرحبا وسهلا حياكم من وين عبد الله والله من ولاية بركه من بركه اي نعم يا سلام عليك اي نعم راعي بوش راعي بوش وراعي الحلال الطيب ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعطيك العافيه يا مرحبا اليوم منورنا كذلك يا عبد الله ان شاء الله كذا نتمنى نسمع صوت جميل جدا كذا يسعدني يشرفني بكون موجود معكم في هذه الحلقه وان شاء الله عسى نكون مسجلين حضور طيب باذن الله ان شاء الله يعطيك العافيه وايضا عندنا الفنان جميل اعتقد ايضا ظهور اول ولا ظهور أول ولكن في اسم سابق من الستينيات من السبعينيات في اسم سجل حضوره يعني أبوك المرحوم أصيل بعد عايش الوالد الله يطول عمره عايش الله يعطيه الصحة والعافية ما شاء الله ما شاء الله ولكن كيف بالنسبة للغنى للغنى يوقف يعني هو ما انه يطلع نفسه هو الحفلات وكذا فترة بسيطة بس إذا في البيت قدام العود شوية دندن يا سلام لكن اذا مثل حفلات ما حفلات هذه هو اصيل المطلعي يعني ما شاء الله يعني اذا نقول هذا الشبل من ذاك الاسد يعني ابوك كان يعني صوت مسجل رائع في سلطنه عمان من القديم يعني مسجل حضوره وايضا كان هو اللي يسجل للناس اعتقد عنده استوديو طبعا نتكلم عن هذه الامور ان شاء الله اصيل يعطيك العافيه واليوم ان شاء الله كذا راح نستمتع وياكم باذن الله تعالى من بعد ما يظهرنا كذا ابو خالد في استراحه بسيطه وفاصل ومن ثم نرجع مع ضيوفنا ونستمتع وكلنا بحرفه هالمساء يضوي كلمه شكر للي دعانا اليوم صدفة سعيدة يوم شفتي كل باب الصدفة نزوم ليها العمر والعمر غالي وشبة النيران حنا أطبها نلجم حلوق المعتدي عطين براس للطيب أقول حرام الجو يمطر له بدون حرام الجو يمطر له بدون سفينة شراعها حكمة في كل درب نخاويها سفينة تمهدت برجال باب حاجتي أرضك بياتي وأشرح باقيها
كل خير ما ننهم وخربت البحر والجبل كله والود الشيخ بعد عروس بتكسر الألم والميتين كان عادة بعد ما رسنا ضربت لك كيعم وكيعم وقوم قبل لك كيعم وكيعم يوم تكاك الحمامة قالت يا ربي شفاء لك قبل يولد تخر له الجبابل ساجدين ليوان الشعر واللقطات الجميلة اللي قاعدين نشوفها من الأجزاء السابقة لليوان والضيوف اللي شرفونا ونورونا مثل ما نورونا ضيوفنا في هذه الحلقة الرائعة اليوم راح نقضيها وياهم إن شاء الله كذا وتستمتعون باللي يقدموه بإذن الله تعالى. نبدأ معك صنايدعي. صنايدعي راعي مصنعة. اي نعم والله مصنعة منها كثيرين اكيد اكيد كثيرين في ذا المجال اللي قالوا والميادين واللي قالوا والمسبعات والرزحة والرزحة كذا والرزحة شاهد الله جميل هي ام الفنون هذه اكيد اكيد مصنعة ما شاء الله اكيد وسويك وسويك وهي كل ولايات عمان نقول وكل ولايات عمان كلهم فيهن ما شاء الله كل احد مختص بفنونه اكيد اكيد اي نعم نستفتح شيء كذا نستفتح شلة اهديها لك ولطاقم البرنامج يستحقون عليهم مسبع يستاهلون يقول اول مساء الخير يا البدوي بمسيكم اول مساء الخير يا البدوي بمسيكم ردوا المساء بالمساء ومغطوا اياديكم مسيكم الخير دايم على القلب يا هلا الخير طاريكم طاريكم ومشيد لكم مقام في الحشا عالي ومشيد لكم مقام في الحشا عالي ولكم ودت ثلاث ارباع من حالي يا سلام ولا يكون غالي يا سالم عليه طول الزمن غالي غالي وبدعي لكم دوم يا ربي يخليكم الله يخليك يعطيك العافيه يستاهل طاقم ليوان الشعر ويعطيك العافيه الصنيدعي ربنا يعافيك جميل جدا جميل جدا يستاهلون يستاهلون ايضا هذه كانت لليوان طاقم الليوان ولي يعني زين بارك الله فيك بارك الله فيك يعني انت ما شاء الله عليك تحفظ لكثيرين مقاصب المسبع والميادين كذلك نعم والرزحه والرزحات جميل جميل يا محمد يعني انت في عمق الفنون في عمق غايص زين ونسمع شيء يقول رحت الطبيب وشكيت عواق مختلفة رحت الطبيب وشكيت عواق مختلفة قال لي علاجك صعب يا وليد من عرفه سبحان الله أبوي يمكن هبايب هلك مش سوى لك صرفة واحد تفايا وقال لي أبي تبغى تنشد أنت قول الصراحة في قلبك هيش أبوي قلت الود يا الله قال انت مجنون يا رحل ود يبرب ود والود شيء في القلب حساس متى عرفه الود الله والود شيء في القلب حساس متى عرفه يا سلام على كذا جرحك خطير يعني ما يداوون الاطباء على فكره ها ما يداوون الاصابع عندهم صعب عندهم صعب صعب يبالا قاضي هو قاضي هو على قولتهم هات ويقول يقول يوم من بعد يوم قلب تزيد علاته اوه بعدك اي نعم يوما بعد يوم قلب تزيد علاته لا من ضوى الليل يا سالم يشقيني بونعته يا سلام عايت بالناس وتعايوا بدوياته ناديت بالصوت يا اهل الخير ثيبوني تصيب المحبين فعلوا الخير شلوني صاب المحبين فعلوا الخير شلوني أنا خايف من الشوق دمعي يرمد عيوني الله الله يلي إجفاني سقاني مر كأسأت يلي إجفاني سقاني مر كأسأت يا سلام عليك يا صنيدي الله عليك أنت مصطاب يا رجال مصطاب هنا مصطاب عاد الله يعينك احنا ما بيدينا حين نكتب الحق يعني انت من بدايتها كذا مشكله لكن ان شاء الله في على كذا الخواتيم بكون حصلنا العلاج يعني ها يعطيك العافيه محمد ربي يعافيك يا سالم جميل 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 سلاله حلوه اذا مع صنيدعي نجي نسمع شوي الشله مع القنوبي عبد الله بارك الطيب
هي الشلة من كلمات الشاعر يوسف بن عبيد المشيفري. والله والنعم. اي نعم. والحان وأدائي راعي ميدان يوسف أيضا. اي نعم يوسف. اي نعم. فحب يغير ويطلع على الشلة. كتب شلة. اي نعم. زين جميل. يقول صوبك أم عنوته الجاية قاطعة صعبات الهوى علي دامني صفته النية ما همني حسد وعذاب علي أحور العينين النائيه ليرمان بعذبات الإسهامية تمت بالأفكار يومي شاردا والنوم ما ياني بو خدود شهد وردي ما قدرت انساها اشقاني الدخاتر حلول طبي ما فادني بروفين ادماني حالتي ما هي بطبيعي راعني يا دعق العياني تعبت وانا راعي ضبي باودرك وادور الثاني وسلمت. يعطيك العافية ربي عافيك. أنت راعي ضبية أنت ولا هو؟ هو راعي ضبية. هو راعي ضبية الكبرى. يعطيك العافية. أنت راعي وإيش قلت لي؟ قلت لك راعي شهبار. راعي شهبار. أي نعم. شهبار شهبار. شهبار. أي نعم يا سلام عليك. راعي ضبية وراعي شهبار ما عليك ما فيكم حيلة. في ذمتك. أي نعم ما عليكم باس لكن المشكلة انكم لحد الان باثنينتكم مصطابين واني بتوهق الحين وين ندور لهم علاج هذول يا جماعه الخير لكن اقول لك شيء مطلع العلاج صعب العلاج صعب العلاج صعب لكن ماشي باس ماشي باس ترى يوم القطور ومرهم موجود 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 عند اصيل اصيل العلاج عليك بهذا العود وهم الشباب يشفون هذيلا ما عليك امورهم طيبه ان شاء الله بارك الله فيك اذا نسمع من اصيل المطلعي شم جاهز أصيل هذه طبعا أغنية من أغاني الوالد قديما ومن كلماته حلو أنك تحيي شوية أغاني الوالد صادق ليبي صادق غزلان ذاك الوادي ودلع عن سود العين شوف الدلع كيف غادي صادق ليبي صادق غزلان ذاك الوادي ودلع عن سود العين شوف الدلع كيف غادي عودة مثل عود البان والخد وردة بستان أما الثنا يا رمان شي عجيب مرادي عودة مثل عود البان والخد وردة بستان أما الثنا يا رمان شي عجيب مرادي يا حلو روف بحالي الا تشربك لي بالي خلاني دوم سالي اقطف ثمار الوردي يا حلو روف بحالي الا تشربك لي بالي خلاني دوم سالي
أكتب ثمار الوردي صادق ليبي صادق غزلان ذاك الوادي والدلع عن سود العين شوف الدلع كيف غادي صادق ليبي صادق غزلان ذاك الوادي والدلع عن سود العين شوف الدلع كيف غادي يا الأخضر يا بو خدود أحمر يا بو خدود تسحر هذا عجيم مرادي صادق ليبي صادق غزلان ذاك الوادي والدلع عن سود العين شوف الدلع كيف غادي والدلع عن سود العين شوف الدلع كيف غادي يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. صادوق قليبي صادوق غزلان ذاك الوادي والدلع عن سود العين. شوف الدلع كيف غالي. والله خطير. خطير. كلمات الوالد. هي نعم. هو كتبها. هو كتبها. وغناها. وغناها. ولحنها نفس البوم. سنة كم غنيها؟ والله. قديم. 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 قديم الأغنية قديمة يعني. جميل جدا. جميل جدا يعني وانت تغنيها والله حسبتها جديدة جميل هذا يعني ترى هو يفرق من جيل لجيل يعني ايه بالضبط يفرق بالضبط واجد يعطيك العافية أتمنى كذا انه الوالد يعني قاعد يسمعك ويشوفك ان شاء الله تعالى مستانس هو يسترجع اغنيته صادوه قليبي صادوه صحيح ويسترجع ليش كتبها يعني اصلا زمان 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 خطيرين تراهم يعطيك العافية الله يعافيك الله يعافيك جميل تسجيل حضور حلو حقك يعني ما شاء الله تسلم عليك تسلم وان شاء الله كذا تكون مواكب يعني اسم المطلعي بالفن ان شاء الله ان شاء الله تعالى يعطيك العافيه الله يعافيك ان شاء الله نرجع للصنايدعي محمد هلا فيك يا حسن الله محمد حياك الله توح يا محمد توح بسمعك مقصب في فن الرزحه للشايب حافظ المسكري والله ونعم مقصب غزلي ترى اي نعم يقول سميت بالله يلي مسير الافلاك سميت بالله يلي مسير الافلاك ما تنظر العين ولا حد يوصفه ويا صاحبي عضيدك مشتكي واخواك اللي مهجت في العشق متزخرفه صادفت ميدول وعزم لبهلاك عزم عليه عقل وفوادي يذهب يا ريتني ثم ريتني صنفت رداك يلي على منحر وريدك تنسفه ويا ليتني وزير في قبضة عصاك بدع الامر امرك وشورك معدمه ويا من سوع الرقايب تمنيت بدواك واللي مرادك هالعمر بتودفه عذبتني لا حلك الله ولا براك الا ان ما تعافي هالسقم وتخففه والله اكبر يا ريم الفتر معداك دست الحشي دوسة خيول مذهقة قالوا الزليخة قلنا تعجز عن كذاك أحسن حسن راعي لخدود المرهفة في ظنتي ما شي خلق ربي شراك لا في المدينة ولا في مكة المشرفة والله أكبر من حسنك ومن غواك زاب من حسن يوسف في العصور السالكة ولو طلعت شمس المنيرة في سماك ترجع مقفية من الخيال متوسدة وترجع مقفية من الخيال متوسدة والله أكبر من حسنك ومن غواك زاب حسن يوسف في العصور السالكة هذا مدح وثنايه كانه ما كفاك وطيع للساني مد وقطعه وسلمت يا اخي شوف كلام الاولين اي كلام الاولين طيب. حلو اي نعم حلو حلو نعم. جميل ويدخل جميل الفوده اكيد على قولتك شطف الفؤاد بيها ولكن اللي عاجبني محمد يعني ماخذ الاسلوب انت اكيد عايشنا عايش جوهم عايش جوهم وهذا شيء جميل جدا اللي يبغي يؤدي الرزحه اكيد واللي يبغي يؤدي الميادين نعم والمسبعات نعم لازم يؤدي باسلوبهم ولا ما ينقبل منه ما ينقبل منه صح صحيح نعم ما ينقبل صحيح. يعني انت لما تيجي تؤدي لي رزحه وتتقرا لي اياها قري
ما يصلح تصيغها أكيد أكيد ولا أكيد المسبع أكيد ولا الميدان أكيد فهمت؟ غير أنا القصيدة العادية فهمت. حتى القصيدة العادية شاعرها لازم يتفنن في أدائها علشان يوصل. بس قبل لا أنسى في وصية يسلم عليك الشاعر عبد الله بن خميس المشيفري. والله والنعم. هذا شاعر له صولات وجولات ويمكن ما ظهر على الجمهور إن شاء الله بيظهر وإن شاء الله بيظهر. بس الحين أعتقد هو ما في عمان. ما في عمان هو نعم. ما في عمان أي نعم في اليابان هو. في اليابان أيوة نعم. زي خلاص. وبسمعك شيء من كلامه في فن المسبع. كلام جميل جدا. وش يقول؟ يقول عبد الله بن خميس المشيفري يقول توبه يا علام من أمر الجفاء توبه يا علام من أمر الجفاء توبه ومعهم فوادي ثلاث أيام لا يوبه الله وفي مقلة العين يسألم دمعة شوق مكتوبة هش هالفواد اللي خلانه ومشي معهم ومن دار لدار يمشي به ويتبعهم هني لو كان بيدي علم ما أريد بصنعهم الله. لو في يديني أريد علم ما أريد بصنعهم لكن بكل واحد تمنى ينال مطلوبه هيك والله بصدق بكل واحد تمنى ونال ينال مطلوبه يا نعم يقول بشكي لربي وبشكي قل حيلاتي بشكي ايه كذلك يقول بشكي لربي وبشكي قل حيلاتي وحليل يلبارح حليت عبراتي دمعه بدمعه سقت بلدان دمعاتي وخسارتك يا دمع العيون وخساره ابويا ما احس بالناس والايام غداره انت شوف الزمن كيف دار ولف دوار ويزئتنا اليوم في بحر الظلامات ما شاء الله اقول لك يمكن الغربه شويه مأثرة لا لكن يعطيك العافيه ربنا يعافيك جميل يا محمد جميل جميل يعطيك العافيه ربنا يعافيك برجع لك طيب برجع لك ونروح عند القنوبي القنوبي هات ان شاء الله شوي خلينا نسمع نتنومس شويه مع صوت جميل يقول لك لهم في يوم زحمني همن على همن على هم لهم في يوم زحمني همن على همن على همن براسي متعبني وهمن بقلبي ثبت ودم وهمن براسي متعبني وهمن بقلبي ثبت ودم حد يدري صايبني غرب الله ما تفكير معها ما حد يدري صايبني غرب الله ما تفكير معها وحبك لبسني لبسيني لبس الخوات فصبعتم حبك لبسني لبسيني لبس الخوات فصبعتم الهموم في يوم زحمني همن على همن على هم همن براسي متعبني وهمن بقلبي ثبت ودم وسلامة يعطيك العافية يعطيك العافية ربي يعافيك سمعتنا مقطع بس منها ترى ها صرت كنك لا هي ترى ما حضر هي بالكامل يعني ما حضرتني بالكامل بصراحة جميلة هذه الشلة والله أظن شلها بالرباع ولا بالرباع بالرباع بالفعل جميل يعطيك العافية ربي يعافيك بارك الله فيك عبد الله القنوبي وجيناك يا ابن المطلعي أصيل حياك يا أصيل أصيل في أغاني حقك بروحك والله في غني تقريبا أغنيتين أغنيتين هذا لحقك هذا لحقك وأنت أكثر شيء غنيت أغاني الوالد منوع مثل منوع منوع جميل تتذكر استوديو الوالد أتذكره أتذكره وين كان كان في سوق صحم في سوق صحم نعم مكانه للحين موجود ولا خلاص اندثر هذاك مبناي هذاك اندثر المكان اللي كان فيه بس الحين موجود يعني في البيت معنا في المنزل لا لا انا اقصد الموقع الموقع الاولي الموقع موجود موجود كقديم ولا مبناي القديم كله روح اندثر والحين في بناء جديد وكذا ايوه نعم ايوه الحين حول في البيت يعني في البيت وتسجل انت تستخدمه هناك في البيت ايوه موجود موجود نعم جميل موجود جميل تسجل حقك ولا حق اذا اي حد بغى يسجل معك يجون يعني يجون يجون ايوه جميل
في وقت حلو. فراغ وقت مقال سجل له. هي نعم سجل له بياض الوي. الله بياض الوي. خلنا نسمع شوي إن شاء الله. هو علمك يا ناعم العود يا سيد الملاح، يا ناعم العود يا سيد الملاح، يا ناعس الطرف ارحم حالتي، ليت للغرم حاكم والله لاشتكي، ليت للغرم حاكم والله لاشتكي. قمر عيد يا نور الصباح، يا قمر عيد يا نور الصباح، نظرتك فيك مني نظرتي، ليت للغرم حاكم والله لاشتكي. يا قمر عيد يا نور الصباح، يا قمر عيد يا نور الصباح، انظرتك فيك مني نظرتي، ليت للغرم حاكم والله لاشتكي، ليت للغرم حاكم والله لاشتكي. الطرف ارحم حالتي، ليت للغرم حاكم والله لاشتكي، ليت للغرم حاكم والله لاشتكي، ليت للغرم حاكم والله لاشتكي. تسلم تسلم يا اصيل. تسلم يمينك استاذ. اختيار جميل. يا ناعم العود يا سيد الملاح، ليت الغرم حاكم والله لاشتكي له. والله كلهم يشتكي. بارك الله فيك يا اصيل، شكرا جزيلا. تسلم تسلم. الله يعافيك ان شاء الله. كذا جولات جميله جدا مع ضيوفي اللي متواجدين اليوم في الليوان، وانا متاكد انكم مستمتعين باللي قاعدين يقدمونه. بنرجع لهم ولكن بعد هذا الفاصل اللي مجهزه لنا ابو خالد، ونشوف ايش مجهز ابو خالد. تطمن تسأل عليك العافية وحنا بخير، يا من سألت لي تطمن تسأل عليك العافية وحنا بخير. والفؤاد صار في شغل، ارحم القلب الشاجي، والفؤاد صار في شغل والغرام قاسي عظيم، والجمال يا ما فاتك، والغرام قاسي عظيم، والجمال يا ما فاتك. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا عيني، ضي سنيني بكيت
يتمي ببكاي من هم فرقاك في غربتي عايش مكسر سجيني تلعب بي الأحلام وأنا تابع خطاك فيني من الآهات ماضي سنيني ماسي خافي هموم بلواك وانت الوحيد اللي بك الشوق عيني ساعة احس العمر ما يقبل اعزاك وقبري حفرت يا حبيبي بديني حزني وماسي خافي هموم بلواك وانت الوحيد اللي بك الشوق عيني ساعة احس العمر ما يقبل اعزاك قبري حفرت يا حبيبي بديني ساعات اقول العمر ما يسوى بلاك ايش هي حياتي دون شوف تظنيني جميل جدا يعني من طاقم العمل وانك ابو خالد تذكرنا ايضا ب الأعمال والحلقات الرائعة والضيوف الجميلين اللي مروا علينا يعني في الأجزاء الأول والثاني كل الشكر لكم على هذا المجهود بارك الله فيكم زين نرجع إلى ضيوفنا نرجع إلى صنيدعي محمد على فيك يا سلام يعطيك العافية هذه محاورة في فن الرزحة بيني وبين الشاعر عبد الله بن خميس المشيفري زين يقول عبد الله فنيحة الطويل المربوعة من بدأ عبد الله بدأ زين. يقول عبد الله الأول ببدي بالسلامي يشم لعبتي ورحامي الله وباشيد في قلبي روحي ويكون محمد جليس من قبل السنه ولا عامي وده في القلب متنامي وسقي من زلاء للروحي شربت عيدان تميس تميس رديت عليه هني واقول له باخط المثل بقلامي وبهدي عبد الله كلامي كلام ينطق لولون ويبوحي وشهد للطرب رميس يا سلام في غبة بحر يطامي غاصب لا حبل وفطامي يقسيب المسقف ويوحي ويفهم للبلد ويقيس يجيس قال عبد الله يقول وانته فارس ضرغامي ضرغامي يوم حزأت الزحامي مع كل العرب ممدوحي ما ترحب حامل وطيس الله ريتك في اللقاء قدامي لك عز ومقام نسامي وفي بحر يفت اللوحي تقحم والمواي تحيس قلت له قل حد سافري للدمامي وحد للسواحل شامي ويلي مغترب مسموحي عن يازي حظ تعيس واللي رابع رجل شامي ما يلوفه عتب وملامي لو يصعد جبل وسفوحي ما يرهب يبغى ونيس قال لي يقولوا يلي جالس العلامي يصبح له عز ومقامي تشهد له بدا وشحوحي ما جالس رجل خسيس وشرب يونس الكرامي من شربه تعل الضامي فيها فايد ومربوحي مرجان ودر النفيس قلت له بغلي في شفك حسامي لو دوني حصون مرامي بدعي بابهم مفتوحي وباحيسه قفلهم حيس أسر بحمرات السنامي وخيول نضمر دهامي ما حاتي في لاوس يوحي روحي في ظلمة الليل نغليس قال عبد الله يقول قالوا من كيس الضمامي فرقته عليه ليتامي واني في بحر يلوحي غايص في البحر غطيس صغته
ومن قوش بنظامي هب نقشته بنصري وبهامي وخليت الذهب من شوحي يبهر ناظر اللبيس. قلت لعبد الله الزمن حكامي وسلم ما زادتني سقامي زادته كسور جروحي ولا فاد الكسر تجبيس. الله الله تجسم للهبيل سهامي يهدم بها عال الدمامي دمام. تاحتني الدنيا توحي وهليت الدمع الحبيس. حليله حليله قال لي بايت في بحر الظلامي شرواق عبضين الزامي بحر يغتلي ويفوحي ما يشرق ماش الفليس يشهد من صلى وصامي حجري وغافري وهمامي ميزاني كفيف رجوحي وتار السوقهم تتريس. قلت لتجار الهند وسيامي حد يشري وحد يستامي ويشهد دلال السروحي ونحيده يوم الخميس صيغه ومنقوش التمامي هب نقشت يدين عسامي ولا يخدم مكرم فضوحي بيثني بحظ النحيس. قال عبد الله يقول فضلا من رب الانامي ارزقني فهم ولهامي ولا لحأس دينة نوحي وفي الخافي علي تهيس بختم مقصودي ومرامي بالعود ومسك الخزامي وصلوا على هادي النصوحي يفهم للفود طميس. اللهم صل على سيدنا. تمت المحاورة. يا سلام. تبي تسمع نايحة المربوع الشلة كيف يشلوها؟ يا ريت يا أخي. يقول عبد الله الزمن حكامي سلم زادتني سقامي زادت انكسور جروحي لا فعد الكسر تجبيس تجسم للهبيل سهامي يهدم بها علي الدمامي تجسم للهبيل سهامي يهدم بها علي الدمامي تاحتني الدنيا توحي هلت الدمع الحبيس. حبيس يا يقولوا يلي جالس العلامي يصبح لعز ومقامي تشهد لها بدا وشحوحي ما جالس رجل خسيس واشرب يونس للكرامي من شربت عل الضامي فيها فايد ومربوحي مرجعنا ودر النفيس. نفيس نفيس يا سلام عليك يا الصنيدعي. يا سلام عليك والله يا محمد أنت مبهين مبهين يعني جاريته بس كلامك كان قوي جدا يعني حلو حلو والله نتعلم ترى نحن ما نمارس كثير لو نمارس كثير يمكن بس ما نوصل يعني ما شاء الله عليهم هم شعراء كبار وعاصروا هذا الشيء يعني. آه والله يا أخي أنت كذي فلت صراحة يعطيك العافية بصراحة. ربي يعافيك. جميل جميل رائع. بنسمع مسبع. بنسمعه بجيك بجيك لا تستعجل جيك الحين بنروح للجنوبي ناخذ الجولة معك يا عبد الله. الجنوبي يقول لك هي عطر يلي بالتغارد غنيت هيطني يا طير واشغلت بالي عطر يلي بالتغارد غنيت هيطني يا طير واشغلت بالي ذكرتني بصاحب عني تلاهيت ذكرتني بغلا عزيز وغالي ذكرتني بصاحب عني تلاهيت ذكرتني بغلا عزيز وغالي عطير انا بوصي كلام تعليت وصل سلامي للغالي كان مريت يا طير انا بوصي كلام تعليت ورفرفت بالجنحان يا طير عالي وصل سلامي للغالي كان مريت وقل عقب فرقاك يا شين حالي. لا لا
وقل له عقب فرقاك يا شين حالي. وسلمت. ان شاء الله يوصل هالسلام يا عبد الله ما يصير وراك والامور تكون طيبه ان شاء الله طيبه. عسى السلام ترى يبدا من بدايته وعسى ان شاء الله يوصل. والطيور اول كانت مراسيل يعني مراسيل اول شلون حمام الرسائل مسماها اصلا. ايوه يعطيك العافيه ربي عافيك. حلوه هذا عجبتني والله. هي جميل. من الشلات المفضله يعني. اي جميله جميله كلامها حلو يعني وكلامها منطقي يعني وادائك رائع جدا. يعطيك العافيه عبد الله. امين ان شاء الله. حلو ربي يعافيك. مطلعي استاذ هات يا المطلعي هات دندن بالعود يا المطلعي وسمعنا وش يقول اصيل ان شاء الله استاذ. نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبهوا من ما نام نبهوا من ما نام قل له إني على وعد بحب مقيد حتى يوم القيامة حتى يوم القيامة. يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبهوا من ما نام نبهوا من ما نام قل له إني على وعد بحب مقيد حتى يوم القيامة حتى يوم القيامة. يا ليل دانا لدانا يا ليل دانا لدانا حتى يوم القيامة حتى يوم القيامة. وانت يا من ترى في جمالك مزيد شيء علينا ما لام شيء علينا ما لام غير في نظرة الخد الأسيل المورد من روابط هامة من روابط هامة. وانت يا من ترى في جمالك مزيد شيء علينا ما لامه شيء علينا ما لامه غير في نظرة الخد الأسيل المورد شيء علينا ما لامه شيء علينا ما لامه. يا ليل دانا لدانا يا ليل دانا لدانا شيء علينا ما لامه شيء علينا ما لامه. وانت يا عادني مالي ولك ليش تحسد خل عنك النمامة خل عنك النمامة وراقب الله فيه وبيه اجري لا تنكد من روابط هامة من روابط هامة. يا ليل دانا لدانا يا ليل دانا لدانا يا ليل دانا لدانا يا ليل دانا يا دانا. يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبهوا من ما نام نبهوا من ما نام نبهوا من ما نام نبهوا من ما نام. عليك يا أصيل يا سلام عليك.
من اجمل الاغاني اللي احبها هذه. تسلم الصباح جميله جدا. يعطيك العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. اختيار حلو، اختيار حلو. بارك الله فيك. جزاك الله خير احسن. يعطيك العافيه. دايره الدور ووصلنا عندك مره ثانيه الصنيدعي. هلا فيك يا سالم، هلا فيك. مسبعات قلت؟ بنجيب لك مسبع. ايه. وخلاص بنجيب لك من الميدان، ما بنقصر في الميدان. ايوه ترى تو بقول لك انا، بقول لك ترك ميادين ما جبت. هات. يقول المسبع هذا طبعا من كلامي. يقول ما شيء معي غير وناتي وشقى ليلي، ما شيء معي غير وناتي وشقى ليلي، ودمع بكيته يهدني وهد لي حالي، ودمع يراير يتل وديان والسيلي، سيلي. ما شيء معي غير يلي سألني باب فرقاهم فوالي، روح والله يوه لي مجروح، تدمي يا روحي وشربت المر والخيلي، يا الله تدمي يا روحي شربت المر والخيلي. الله يعينك، الله يتحمل يشرب الخيل. قوي هذا جميل. انت لجمل مروركم لجمل ان شاء الله. الله الله. يقول الميدان، يقول نقدر في الدفتر سلام النغاوي، نقدر في الدفتر سلام نغاوي طبيب من البر والسمني، هي والله جاء من اسمه سلام من سل، ها وبسوارح الخيل ما تقبلي والله، ويا قلبي تقبل سلام من سلي، سلي كان تقبل وكان ما تقبلي وحدي بسلم، ها سلام من غاوي يا حسن عن البر والسمني. يا سلام جميل. حلو. ها الميل المسافر، لحم عيدين وبنت صغيره وتسمنتي، وما يسافر لبوم لعقابي، انت ما تعرفي دروب لعقابي، الحين طغيتي وكليتي لحم عيدين يوم علاني تسمنتي. قال المجاوب يقول علام الولد يوم عيد الصام، وصيادك مصام يا موسي اللي يصيح الطفل يوم عيد الصام، معاق ما شلنا الغوص وطبقتو هنا حيدكم يوم عيد الصوم، كلتوا لحم كبش وطبقتوا، لكننا نحن يوم عيد الصوم كلنا اللحم وحده يا موسى. يا الله زين. يقول من هلم الدافع يلولو يا تأبن بحصن والحصاليم، ومن هالبطالة بطول يداني، في المحزم لبست يودير، وسلم سلامي بطول يداني، من شفقتي عليك يودير، وسلم سلامي يلولو يا سلامي يخلي الحصاليم. يا سلام عليك. يا يقول عاين في عرج البران وصل، عاين في عرج البران وصل، وقعد انتش وساق بروق وكبر عن يرور يا الريحاني، بر وسمن لا بقوة بنزورك اليوم يا الريحاني، ذبح الله ما هاي بران وصل، لكن رب الولي ساق بروق. يا سلام. ورحت برا. يقول مطرش على الشيخ بندرهين، مطرش على الشيخ بندرهين، وصاته على الشيخ بندرهم، تزقر على الريل ناشدهم، ضيوف معك قوم ناشدهم، انت يا جايب علوم بندرهين لن تناشد علوم بندرهم. صدق رديت عليه اني واقول له، اقول له هذه حصة الدين ما شعلوم، هذه حصة الدين ما شعلوم، ولا تنازع سبيت معلومك، هي والله حبل المربوط باين شد، زين محمد عن علوم باين شد، من صوب ان البر ما شعلوم، فضي يا ريال معلومك. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك. شيء بعده؟ شيء وايد شيء. ترى هي الدورة الأخيرة الحين. هذا من كلام يوسف بن عبيد الفاسي. أنا هل بدن عاد بن مبروك، شحن أهل بدن عاد، شحن أهل بدن عاد بن مبروك،
شافوا كبير وفحلتهم زين شافوا بعير بعير شافوا كبير وفحلتهم مرفع على الحيد عن بنسال خدم لي اني باب ما عتبه ترانا يا ريال حن بنسال ولمن نشد نقول ما عتبه تو يميل بخير بن مبروك ولا مساكن فحلتهم سمع الجواب ورد قال لي يقول بيتك بيص وبني بحسن كبيص وبني بحسن وشي من بناتك عدم رايه ومنهن فلوسك يعدم عتوب قم تقطع الموز من داره ماشي علينا يعدم عتوب عن ناسر بليل من داره قلنا يمشي قال تحول بياض الوجه يا محمد يعطيك العافية رائع أنت رائع جميل جدا في أدائك في حضور في مسبعاتك في رزحاتك تشريف في والله وجودي معكم تشريف يعطيك العافية نسمع القنوبي الحين القنوبي يقول لك عبد الله لو يسألوني عنك شي اللي جرى لي منك في حبنا يا غالي قلب على هوى النك يطول بعادك في غيبتك وبعادك بلا تخيب ظني لو يسألوني عنك شي اللي جرى لي منك في حبنا يا غالي قلب على هوى النك ببقى على ميعادك مهما يطول عنادك في غيبتك وبعادك بس لا تغير ظنك تسهر عليك عيوني يا راحتي وشجوني والقلب لك مفتوني وانا صادق النية وسلم يعطيك العافية يعطيك العافية يا عبد الله القنوبي اختيارات كذا يعطينا منها بس مزات مزات يسقينا بس جميل يا عبد الله والله جميل جميل, جميل جميل ما شاء الله هذه كانت لي عايضة في بداياته بداياته الاغاني كانت جميلة هي شالته اي نعم اي نعم والله حلوه كلماته حلوه وصراحه حلوه 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 الكلام منطقي الكلام يعني يعطيه فيه احساس بالضبط بالفعل. بارك الله فيك القنوبي يعطيك العافيه حياك نسمع اصيل المطلعي وش تختم لنا كذا والله بختم لان انا ذيك الساعه اختصرت باغنيه الوالد اللي بديت بها اختصرتها بس اعطيت يعني مال ثلاث مقاطع كذا ان شاء الله الحين بنختم بها بتكون ختامية ان شاء الله يلا صادق ليبي صادق غزلان ذاك الوادي ودلع عن سود العين شوف دلعك في غادي صادق ليبي صادق زلان ذاك الوادي ودلع عن سود العين شوف دلعك في غادي مثل عود البان والخد وردة بستان أما الثنا يا رمان شي عجيب مرادي عود مثل عود البان والورد قردة بستان أما الثنا يا رمان شي عجيب مرادي يا
حلو روف بحالي إلى تشربك لي بالي خلاني دوم سالي أقطف ثمار الوردي يا حلو روف بحالي لا تشربك لي بالي خلاني دوم سالي أقطف ثمار الوردي يا وردي يا الأخضر يا بو خدود أحمر يا بو عيون تسحر تسلب عميق فوادي يا وردي يا الأخضر يا بو خدود أحمر يا بو عيون تسحر تسلب عميق فوادي صادق ليبي صادق غزلان ذاك الوادي والدلع عن سود العين شوف الدلاك فغادي صادق ليبي صادق غزلان ذاك الوادي والدلع عن سود العين شوف الدلاك فغادي والدلع عن سود العين شوف الدلاك فغادي تسلم يعطيك العافية أصيل الله يعافيك أستاذي الله يعافيك لوالدك المطلعي نتمنى إن شاء الله يكون بصحة وعافية كذا إن شاء الله جميعا ولو يقدر يوم الأيام بنيبة لو يقدر وعد ما أنا وايد وايد هاي على الأولى خلاص أيوة كبر السن صحيح صحيح الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا جزيلا لك يعطيك العافية أنت كذلك خلاص أنت بتواصل المشوار يعني إن شاء الله تعالى إن شاء الله ربي يسلمك شكرا لك صنيد عي محمد واجبنا طال عمرك واجبنا حضور جميل ورائع جدا وأدائك أيضا حلو في الرزحات وفي الميادين ومسبعات بياض الوين بياض الوين وياك بيض إن شاء الله الله يعطيك العافية إياك حياك كذلك عبد الله القنوبي أحسنت يا عبد الله أنت أيضا كذلك شليل جميل ونتمنى كذا نسمع إن شاء الله شلات خاصة بك بروحك إن شاء الله بإذن الله أعطيك في لازم تمارس ويتمارس ومحاولة وإن شاء الله مع الممارسة هذا أكيد أن نحاول نكتب ونشلها إن شاء الله ما يقصر راعي شهبار أنا حيدة أكيد بيأدي واجبة بيأدي واجبة بياض الوي بإذن الله يعطيك العافية يا عبد الله ربي يعافيك أحسنت يا أصيل شكرا جزيلا لك تشريف نتمنى لك التوفيق إن شاء الله إن شاء الله جميعا الله يعطيك العافية شكرا جزاك الشكر الشكر موصول لكم كذلك مستمعينا الأفاضل على حسن متابعتنا نتمنى كذا أن قدمنا لكم حلقة استانستوا وياها مع ضيوفنا اللي تواجدوا معي اليوم محمد الصنيدعي عبد الله القنوبي وأصيل المطلعي حقيقة وناسة حلقتهم وناسة يعني بدون شك بإذن الله تعالى كل الشكر لكم والشكر موصول لطاقم العمل زملائي في ليوان الشعر ولكم أجمل تحية من مخرج العمل وليد الوهيبي ويقولكم إلى ملتقى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.